طيب ويقول استووا ولا تختلفوا، استووا ويقول استووا، ماذا تستفيد من ذلك؟ استووا من السنة قول استووا. اثنين، استواء الصف. اثنين، واجب ثبات علامة واحد على الصواب. واجب على المصلين تسوية الصف. وجوب تسوية الصف من المصلين. ثلاث، يكون عمل الإمام أيضا ليس قولا فعلا. اختصار الكلام، بعض الأئمة بعطي محاضرة قبل الصلاة وما بيسوي ولا شيء، ما بيطبق سنة تسوية المناكب ولا سنة تسوية الصفوف. صلوا صلاة مودع. فنحن الآن في دار المقام ولسنا في دار العمل ولسنا في دار بلش مح... طب يحكي لهم مساو، فإذا به لا يفعل شيئا. إذا اختصار استووا. طب ممكن أزيد عن استووا؟ إيش؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تختلف قلوبكم، ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا؟ فكر، شارك، لا تخاف، حتى لو غلطت تفضل في الأخير. إن لم تستووا اختلفتم واختلفت قلوبكم. يعني قربت، مين يساعده أكثر؟ تراص الصفوف تقارب القلوب على بعض. تقارب الصفوف يؤدي إلى تقارب القلوب، صحيح. اثنين، اختلاف الأجساد يساعد على اختلاف القلوب. اختلاف الصف واختلاف النفوس واختلاف الأجساد يسبب اختلاف القلوب. إذا صلاح الظاهر مهم لصلاح الباطن. شوف هاي السنة يا جماعة، هاي السنة تسبب ماذا؟ وحدة المسلمين. تسبب ماذا؟ أن يكون قلوبنا على بعضنا البعض. متى؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يا الله. إذن الاختلاف شو ماله؟ شر، كما قال ابن مسعود، الاختلاف شر والوفاق خير. يا جماعة دائما في أمور الدنيا مشي. يعني انت حضرتك من وين جاي؟ من نزال على الدرس؟ طب من نزال للدرس في كم طريق؟ في ثلاث أربع طرق. هسا واحد السائق اختار طريق، لو اقترحت عليه وما نفذ اختار طريق من هاي الطرق الأربعة، فأنت شو؟ ما تسبب خلاف، خلاص انتهى الأمر، كلنا رح نصل لإيش؟ لوسط البلد ولا مكان الدرس. أما نبلش نختلف، فبالتالي في السفر بعض الناس هي اللين في السفر وبعض الناس صعب. الاختلاف شر يا جماعة، من أسباب توافق القلوب توافق الأجساد، توافق الأجساد. عشان هيك يا جماعة من أسباب توافقك أنت وزوجتك ماذا؟ توحيد نوع الطعام بينك وبينها. شوف هذا الإشي الخفي، إنه الأكل اللي أنت بتأكله هي بتأكله، يكون بينكم توافق. اما والله لا، انت ايش بتاكل؟ انت لك طبخه وانا طبخه، لا واحد يا اخي، يا انت بتاكل معها او هي بتاكل معك، او مره انت هيك ومره هيك، بدنا حل لهالشغله حتى يصير في توافق. شوف هاي الملحوظه الخفيه، شيء خفي لكن دائما توافق الاجساد يسبب توافق ايش؟ القلوب.